سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في الأرض حكمه، سبحان الذي في القبر قضاؤه، سبحانك سبيلك جد، سبحانك قولك حكم، سبحانك قضاؤك حتم، سبحانك إرادتك عزم، سبحانك لا راد لمشيئتك، سبحانك لا مبدل لكلماتك، سبحانك باهر الآيات، سبحانك فاطر السماوات، سبحانك بارئ النسمات، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي بسط الأرض، سبحانك سبحانك لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. يا فعالا لما يريد، يا ذا البطش الشديد، يا ذا العز المنيع، يا ذا الجاه الرفيع، يا خير الغافرين، يا خير الرازقين، يا خير الناصرين، يا خير الفاصلين، يا خير الفاصلين، يا خير المنعمين، يا أحكم الحاكمين، يا أرحم الراحمين، يا أسرع الحاسبين، يا ذا المنن السابغة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا القدرة الجامعة، يا من توحد بالبقاء، يا من تفرد بالبقاء، يا من عنت الوجوه لهيبته، يا من عنت الوجوه لهيبته وخضعت الرقاب لعظامته، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا كريم الصفح، يا كريم الصفح، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك،
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ولسانا ذاكرا، ونفسا مطمئنة اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا اللهم إنا نسألك رحمتك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات، راضيات مرضيات، طيبات مطيبات، صالحات مصلحات. اللهم اجعلهن لأوامرك مؤتمرات، وعن نواهيك منتهيات. اللهم اجعلهن بدينك عزيزات، اللهم احفظهن من أن يفتن أو يفتن أو يضللن أو يضلل. اللهم اجعلهن في أمنك وأمانك وعافيتك وإحسانك. اللهم يا حي يا قيوم، املأ قلوبهن إيمانا، واملأ وجوههن حياء. اللهم إنهن أتين إلى بيت من بيوتك خاشعات منكسرات تائبات، اللهم اكتبهن عندك من المقبولات، وتب على التائبات، وقبل صيامهن وقيامهن ودعاءهن وصدقاتهن. اللهم اجعلهن سعيدات مسرورات، فرحات مبتهجات، اشرح صدورهن ويسر أمورهن
وأزل همومهن وغمومهن. اللهم اجعلهن لكتابك من التاليات ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم مقتديات. اللهم احفظهن من أن يصيبهم عذابك، اللهم احفظهن من أن يحل عليهم عقابك، اللهم إنهن تحجبن طاعة لك ولرسولك حجابا تحفظ به نفسها وتصرف به أعين الناس عنها. اللهم اجعل حجابها حجابا لها من النار، اللهم اجعل حجابها حجابا لها من النار. اللهم كما تسترن فاسترهن فوق الأرض، واسترهن تحت الأرض، واسترهن يوم العرض. اللهم يا حي يا قيوم اجمعهن بزوجات حبيبك الطاهرات أمهات المؤمنين في جناتك جنات النعيم. اللهم حصنهن بالستر والزواج والعفاف. اللهم يسر لبنات المسلمين وللأرامل والمطلقات أزواجا صالحين، اللهم يسر لهن أزواجا صالحين يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم قر أعيننا بصلاح أبنائنا، اللهم قر أعيننا بصلاح أبنائنا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احفظهم من رفقاء السوء، اللهم احفظهم من رفقاء السوء، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عجل بشفائهم، اللهم داوهم بدوائك، اللهم أنزل عليهم لباس الصحة والعافية، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجمع كلمة هذه الأمة ووحد صفها على الكتاب والسنة، اللهم اجمع كلمة هذه الأمة ووحد صفها على الكتاب والسنة، واجعلنا وجميع المسلمين طائعين لأوامر ولاة أمورنا في المنشط والمكره يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم، من قام على خدمة عبادك في هذا الجامع المبارك، اللهم اجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم إن كان مريضا فداوه، اللهم إن كان مريضا فعافه. اللهم يا حي يا قيوم اشرح صدورهم
اشرح صدورهم ويسر أمورهم. اللهم كما تولوا خدمة عبادك في هذا الجامع المبارك، اللهم تول أمرهم يوم العرض عليك، ويسر أمورهم واشرح صدورهم ويمن كتابهم ويسر أمورهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله عليها نحيا ونموت إلهنا جملنا ما أحييتنا وعافنا ما أبقيتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واحفظ علينا ما أوليتنا وارحمنا إذا توفيتنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا يا قديم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا عفوك يا عفو عفوك في المحيا عفوك وفي الممات عفوك وعند القبر عفوك وعند النشور عفوك وعند تطاير الصحف عفوك وعند الميزان عفوك وعند الصراط عفوك وفي جميع الأحوال عفوك يا عفو عفوك. اللهم عفوك أرجى عندنا من ذنوبنا فلا تعاملنا بذنوبنا وعاملنا بعفوك اللهم إنا نعوذ بك من أهوال يوم القيامة ونعوذ بك أن يحل بنا سخطك ونعوذ بك أن يحل بنا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولك العتبى إذا رضيت ولك العتبى بعد الرضا. إلهنا يا من قلت يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نستغفر الله استغفر الله من جميع الذنوب والمعاصي والآثام
اللهم يا حي يا قيوم وفقنا للقيام لليلة القدر، اللهم وفقنا للقيام بليلة القدر، واجعلنا ممن عمل فيها بطاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العتق من النار، اللهم إنا نسألك العتق من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. يا سميع الدعاء إلهنا إلهنا إليك أقبلنا إليك أقبلنا إليك أقبلنا، فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين ولا عن بابك مطرودين ولا عن بابك مطرودين. يا سميع الدعاء اللهم يا حي يا قيوم، كل إخواننا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم تول أمرهم، اللهم تول أمرهم، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم من دافع عن هذه البلاد وعن مقدساتها، اللهم احرسه بعينك الذي لا تنام. اللهم تقبل موتاهم في عداد الشهداء، اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي كشمير وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك إياها ونرغب إليك فيها يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.